نبقى دائما مع الحدث المتوسط. عرف ملتقى وهران في قلب البحر الأبيض المتوسط مشاركة واسعة من طرف الأساتذة الجامعيين من داخل وخارج الوطن في نقاش ومداخلات تضمنت عدة جوانب ترتبط بالأحداث الرياضية الكبرى والعينة الألعاب المتوسطية وارتباطاتها بالثقافة والسياحة والاقتصاد. وأخذ الاقتصاد الرياضي الحيز الأكبر من هذا الملتقى العلمي الذي يبحث عن ميكانيزمات لرسم خارطة مستقبلية لدفع عجلة الاقتصاد من خلال الرياضة، وعلى سبيل المثال استغلال وتفعيل نشاط المنشآت الرياضية ما بعد الألعاب المتوسطية لتكون الرياضة بمختلف رياضيها خلال ألعاب البحر الأبيض المتوسط جامعة للعديد من المجالات. تغطية ياسر راشي. ملتقى وهران في قلب البحر الأبيض المتوسط يعني جاء ليدعم أو ليعزز مساعي لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط في إثراء البعد العلمي لهذه التظاهرة لتكون فعلا تظاهرة تميز واستحقاق. فوجدنا أن الرياضة أو أن تظاهرة وهران المتوسطية أكبر من أن تكون مجرد حدث رياضي، فنحن نروج لمجموعة من الأفكار المتعلقة بصناعة الاقتصاد الرياضي، بمعنى أن الرياضة الآن في العالم صبحت عبارة عن صناعة، حتى اللي ما عندهش يقدر يدير هذه الصناعة، وهذه الصناعة تبدأ أول ما تبدأ بالاستثمار في القطاع الرياضي. يعني الرياضة كما قال الأستاذ لا يجب أن تكون ترفيها للنفس فقط، يجب أن تكون صناعة رياضية يعني تضم كل الفاعلين منها، من المنظم اللي هي المدينة وهران، اللاعب، الاستثمار، ليستفيد كل الحلقة الداخلة من هذه التظاهرة الثقافية والرياضية.